مشاهدينا اكيد كلنا بنعرف الطريقه التقليديه لتنظيف الاذن عن طريق اعواد القطن او قطن الدنان، بس اليوم طبعا حنحكي عن اللي ما بيعرفوا البعض وانه هاي الطريقه غير صحيه وغير صحيحه اصلا للاذن نفسها. حنتعرف على الطرق الصحيه من استشاري انف واذن والحنجره الدكتور ايمن فريحات. مرحبا فيك برنامج اهلا. اهلا مرحبا. شو نعمل بقطن الدنان؟ لازم نكبهم ونبعدهم كثير. خلص؟ ابدا ممنوع. ليش دكتور شو السبب؟ ممنوع استعماله، ممنوع استخدام قطن الدنان، ممنوع ابدا. هو يعني السبب انه الاذن بتنظف حالها لحالها، هي مجهزه انها تنظف حالها لحالها. اول شيء الدان تفرز ماده صمغيه، الصمغ تاع الدان، هاي الماده وظيفتها تحمي الدان وتحمي الدان والطبله من اي شوائب تدخل على الدان، سواء مع الهواء او الغبار. عباره عن غدد عرقيه صغيره موجوده في الجزء الخارجي للإذن، بيفرز مادة دهنية، تفرز مادة دهنية، وهذه المادة بتنزل مع قناة الإذن وبتسوي طبقة حماية للطبلة ولقناة الإذن الخارجية. هلا هذه المادة مع الوقت بتنشف وتتراكم، والدان مجهزة إنها تخرجها من داخل قناة الإذن. مجهزة كيف؟ الخلايا اللي بوسط قناة الإذن وعلى الطبلة إلها نمو لخارج الإذن، زي كأنك الأظافر كيف تطول الأظافر وتطلع برا الدان. نفس الشيء هاي الخلايا بتطلع من الداخل لبرا وبتحمل معها كل الإفرازات الصمغية الموجودة. الشيء الثاني حركة الفك، وإحنا عم ناكل وإحنا عم نحكي، هاي الحركة كمان بتساعد برضو على تنظيف الدان. هلا شو بيجي؟ الشخص اللي بده ينظف دانه بده ينظف الجزء الخارجي من الدان، وبطريقة غير مباشرة بدفع بقية الصمغ لجوا، مادة شمعية لداخل الإذن، بالتالي بتنحشر جوا داخل القناة وبتبطل الدان تقدر تفرزها لبرا. ولما ينحشر الصمغ هذا جوا ممكن يسوي طنين في الدان، ممكن يسوي يجي عليه مي مثلا خلال الحمام أو سباحة، وبالتالي في وجع بالدان يسوي ألم في الدان. طيب دكتور، يعني بس اسمح لي، يعني أعواد القطن أو يعني قطن الدنان ليه متوفر بالسوق إذا هو فعليا أنتم كأطباء ووزارة الصحة ما بتنصحوا فيه؟ متوفر لأنه الناس تعودت تستعمل. في ناس حتى بتستعمله مش مشان ينظف دانه، مشان يحك دانه أو يلعب في دانه. في ناس كثير بعرفهم بصحى الصبح ويمسك دانه بعض. واحدة منهم أنا. فهي فعليا إذا بدها تستعمل لصوان الإذن الخارجي. للصوان الخارجي تنظيفه مرات صعب بالتيشو بيبر او بالبشكير، فبقدر يستعمل الاعواد القطن هذه لتنظيف الاذن من الخارج، بس ما يدخلها داخل قناه الاذن. هي بأذين. فقط موجوده للصوان، تنظيف الصوان لصوان الاذن بس. لانه شوفي سترو لقناه الاذن سماكه الجلد 1 ملي، يعني اي سكراتش صغير، اي جرح صغير، خدش صغير ممكن يجرح الدان ويخلي البكتيريا تموت وتعيش جوا. صحيح. بعدين الصمغ له وظيفه للحمايه، بيحمي الاذن كمان من البكتيريا والشوائب اللي بتيجي، فالتنظيف لزياده عن اللزوم وشيل الصمغ هذا كمان راح يخفف الحمايه للدان وبعرض الاذن للخطر أمراض كثير. صحيح. طيب دكتور، هل فعليا انه اي شخص مثلا لازم يروح لدكتور الاذن لينظف دنانه كل 6 شهور؟ لا، هذه يعني طب هو ما حيستخدم قطن الدنان، شو هي الدان لحالها، اي شيء زياده راح تفرزه لخارجها. أوكي. هو اذا شعر انه اذنه سكرت او في صار فيها الم او حس انه في حك داخل الدان بيقدر يشوف الطبيب، اما هي فعليا ريجولر يروح منتظم كل 6 شهور مشان ينظف دانه ما في داعي. طب دكتور، بس بعد اذنك فيك تعيد لنا كمان مره بقطن الدنان كيف ممكن ننظف الصوان، لاي مدى ممكن نوصل؟ ما ندخل مهم قناه الاذن الخارجيه للدان، اما صوان للدان من هون وهذه المنطقه هيك مسموح. حتى الامهات بالنسبه للاطفال هم مرات بصيروا يطلعوا قناه الدان ويحاولوا يقيموا الصمغ، هذا كمان مؤذي، هم بيقوموا جزء فعلا لكن الجزء الثاني اكيد بندفع لجوا وبسكر الدان. يعني طلع ستره للطبله، هي زي ما تقولي ازاز الشقه، صح، لازم ضلها نظيفه وملمعه، والصمغ هذا وظيفته يطلع يفرز ماده ماده زيتيه مشان ضلها الطبله نظيفه. لما بنشف بصير صمغ، فالاهل لما بحاولوا ينظفوا كمان بأذي الدان. طب دكتور، في كثير طرق لتنظيف الدنان، مثلا في ناس بيستخدموا المي والملح. هلا مثلا شو رايك؟ لا ما عجبتك؟ ما لازم شخص بحاله ينظف دان الا من الخارج بس. اذا صار في تنظيف لازم يروح عند الطبيب، والطبيب كنا زمان قبل ما نغسل الدان يجي ندخل مي في الدان وهي تسوي اندفاع للمي من جوا ويطلع الصمغ لبرا، بس هلا لا، صار بفاكيوم سكشن صغير
بالشفط يعني بينسحب الصمغ لبرا. ما بيصير اي شخص بحس انه في صمغ بالدهان ولازم يسوي شيء الا يروح على الطبيب، لانه لو صار التهاب مؤذي والله ومؤلم جدا وبيحتاج المريض يبعد عن شغله ويقعد في البيت وما يقدرش يتعامل مع اللي حواليه، لانه بس قرر انه يحك دانه او اقرر انه ينظفها لحاله. طيب دكتور، الناس اللي بيعانوا فينا نقول من ادمان تنظيف دناهم، يعني هذول عصبيين، احنا بنعرفهم، بس انه شو الحل عندهم؟ الحل عندهم نخليهم يخففوا الحركه هذه. اول شيء بنعطيهم كريمات تنمسح الدان من جوا، فالشعور انه لازم يضلوا يلعب في دانه بروح هذا الشعور. مع الوقت مع الكريمات بلاقيها نسيها وخلصت وراحت منه. مرات بعض الاشخاص عندهم حساسيه في قناه الدان، وهذه الحساسيه بتخليه يحس دائما انه بده يحك دانه، فبنعطيه برضه كريمات لتروح الحساسيه ويعفيه هذا الحكي من الشعور اللي عنده. كثير ناس بلاقيهم بتقطعوا اصابعهم هم قاعدين، صحيح هي عادي، ناس ماسك شغله وبيلعب في دانه هو او ثقاب مثلا ممكن. فهذه كلها اشياء عادات مرات ممكن احنا نريحه عنها ونخليه يبطل. دكتور أيمن فريحات، استشاري أنف وأذن وحنجرة، شكرا كثير لتواجدك معنا. شكرا لك.